شرف مصر أمانة في عنقكم، ولقد أديتم الأمانة وصنتم الكرامة، ليس لمصر وحدها وإنما لأمتكم العربية بأكملها. يأتي اليوم ونحن مرفوعة هاماتنا، مرتفعة راياتنا. رجال أكتوبر. الفدائي عبد المنعم قناوي، صقر السويس. بعد عدة محاولات فاشلة لاقتحام السويس في حرب أكتوبر، اكتفى العدو بحصارها وعزلها وقطع الاتصالات عنها، فكلفت المخابرات الحربية الفدائي عبد المنعم قناوي، عضو منظمة سيناء العربية، بالتسلل خلف خطوط العدو وجمع المعلومات عن حجم أسلحته وتحركاته أثناء الحصار. كان عمر البطل لا يزيد على 28 سنة. تسلق جبل عتاء واستقر في حفرة ضيقة، وليس معه سوى جهاز لاسلكي وكاميرا ونظارة معظمة، إضافة إلى بطانية خفيفة وجركن ماء واحد وطعام يكفيه 15 يوم فقط. لكن بطولة قناوي استمرت لأكثر من ذلك، حيث قضى 101 يوم على الجبل طوال فترة حصار السويس، وحين نفد منه الطعام والماء أكل الحشائش وشرب بقايا المطر بين الصخور. وكانت تأتيه النجدة عندما يلتقي برجال الصاعقة الذين ينفذون عمليات هجومية أو استطلاعية حول السويس، فيمدونه بالطعام والشراب. كان لمهمته الفضل في إنقاذ مقر قيادة الجيش الثالث من التدمير، حيث رصد نقطة استطلاع للعدو بالقرب من مركز القيادة، فسارع إلى إرسال التحذيرات قبل هجوم العدو على المقر بساعات، وتم نقل مقر قيادة الجيش إلى موقع آمن قبل هجوم العدو مباشرة.